نروح بقى لأكاديميات النادي الأهلي بتشهد طفرة كبيرة وافتتاح فروع كتيرة في كل أنحاء مصر. نروح نشوف التقرير ده من أكاديمية النادي الأهلي في الشيخ زايد مع الكابتن شطة مدير أكاديميات النادي الأهلي ومع المدربين، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل الناقد الرياضي الكبير الأستاذ علاء عز. الموسم الجديد الحقيقه المره دي يختلف عن كل موسم سابق. عندنا حقيقه موضوع كبير جدا، حقيقه بقى لنا سنه شغالين فيه، موضوع اللعيبه المميزه اللي في الاختبارات اللي حصلت في دوري ثابت البطل ومؤمن زكريا اللي قبليه. فبالتالي هذه هؤلاء اللاعبون طبعا اللي احنا اخترناهم، طلبنا من المدير الفني للقطاع الناشئين الاستاذ مايكل او كابتن مايكل انه يعني يشوف كيفيه الاستفاده من هؤلاء اللاعبين في موضوع القطاع. ودي كانت حقيقه مهمه شاقه جدا ان احنا نحاول نصنفر او ننقي هؤلاء اللاعبين من الاكاديميات المختلفه في المحافظات وفي الشيخ زايد ومدينه نصر كاكبر اكاديميتين موجودتين. حقيقه اتفقنا مع حقيقه مع كابتن خالد بيبو، نستقلنا مع حقيقه مع الكوتش مايكل انه احنا نقعد معاه، وعملنا حقيقه برنامج هنبلغ بيه المديرين الافرع كلها عشان هنجيب كل اللاعبين اللي كانوا موجودين في دوري ثابت البطل والدوره الرمضانيه اللي حصلت هذا الموسم او الموسم السابق طبعا، عشان يحاول القطاع ينتقي منه لعيبه مميزه. احنا السنه دي بدانا بدري بتعليمات من الاداره والكابتن شطه مدير الاكاديميات كلها، وخدنا تعليمات ان احنا نبدا ونوزع الولاد على حسب كل واحد على حسب مراحله السنيه. انا شايف ان السنه دي الحمد لله هتبقى احسن من كل السنين اللي فاتت، التنظيم احسن، الكواليتي بتاع اللعيبه اللي جالنا احسن شويه. احنا السنه دي ان شاء الله مهتمين جدا جدا ان احنا نعمل لعيبه كويسه باذن الله تطلع للقطاع. اقبال على الاشتراك في اكاديميه النادي الاهلي، وطبعا ده بيرجع لاسم وتاريخ النادي الاهلي الكبير. يعني اول اسبوع ما شاء الله حوالي 600 ولد شاركوا في الاكاديميه، وبرضه بالإضافة للموسم ده أول فكرة جديدة عملنا فرع للبنات، وبرضه في إقبال على الاشتراك في الأكاديمية. الأمور ماشية بشكل كويس. بدأنا طبعا من العدد كبير، قمنا بنبدأ من كتر العدد طبعا بنبدأ نختار الأولاد اللي هم يعني شادين حيلهم شوية، بنعمل فترة تانية، يبقى عندنا فترة أولى وفترة تانية وبيبقى في فترة تالتة كمان. الفترة دي بتبقى المميزين من خلال شغل الأولاد أو كل مرحلة تدريبية. بدأنا نشتغل على التعليم من أول أساسيات الكورة، بداية من الاستلام والتسليم والحركة من غير كورة والحركة بدون كورة. طبعا كل الكلام دوت بيبقى النادي الأهلي متميز بيه في حتة إن احنا طبعا أكبر نادي في أفريقيا، النادي جماهيري، كل الإقبال بيبقى عندنا طبعا أعداد، فبنحاول نقسمهم مجموعات بحيث ان المستويات المتقاربه تكون بتشتغل مع بعض اكتر. الاستفاده هنا زي الاستفاده هنا، كل الاعمار وكل المستويات بياخدوا نفس الشغل، شغالين ببلان معين. طبعا الاداره او كابتن امين حاطط لنا بلان معين نشتغل بيه. في ناس بتجينا بتبقى لسه اول مره بتلعب كوره على مستوى المراحل السنيه، فبنهتم بيهم من البدايه يعني ازاي يتعلم يجري بكورته، ازاي يستلم كورته، ازاي يتحرك، ازاي كل حاجه بتشمل كره القدم لازم نعلمها له، حتى السلوك، واخد بال حضرتك. اما بالنسبه للاعمار السنيه اللي هي بتبقى كبيره في السن شويه اللي هو 2007 2008، ده بنهتم بيه على اساس ان احنا هنا النادي عامل حاجه كويسه جدا السنه دي، ان هو بيخليه يجهز لقطاع الناشئين، بنصعد لقطاع الناشئين، وفي حصل فعلا السنه اللي فاتت ناس كتيره صعدت على مستوى الاعمار كلها.